ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. فيديو جديد وفيديو على مستعجل جدا 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 كمان. يعني كالعاده بصراحه اي فلوج بيبقى بالمنظر دوت، بس معلش النهارده احتمال اعرف اصور لكم واحتمال اخدكم معايا كده فلوج كده بره البيت، من غير بقى رغي اكتر من كده، يلا عشان انا متاخره جدا جدا جدا. يلا بينا. مش عارفه بقى هتبقوا سامعيني ولا لا، بس احنا دلوقتي وصلنا المطعم وانا دلوقتي في روستو. طبعا لو انتم متابعيني على الانستجرام كنت دلوقتي عرفتوا من كام يوم بقى على ما الفيديو بقى دوت يتعمل له ايديت وينزل لكم ان انا كنت فين وكده، فهسيب لكم لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن بوكس، هكتبه لكم دلوقتي على الشاشه، فروحوا بقى اعملوا له فولو هناك. تمام، بس قاعده بقى مستنيين الاكل. مش عارفه هتبقوا سامعيني ولا لا عشان الصوت، وقعدت كمان كده بره ثواني اهوت علشان الاضاءه يعني تبقى احسن او تشوفوني احسن. ف جعانين وقاعدين مستنيين الاكل، واول لما يجي بقى اشاركوا معايا في لحظه انتظار الاكل. قولوا لي يا بنات، جربتوا روستو قبل كده في اكتوبر ولا لا؟ وفي حاجه احسن منه هنا جربتوها؟ اكتبوا لي برده تحت في الكومنت. وصلت انا دلوقتي في مول العرب، الفرع اللي هو مول العرب اللي هو في اكتوبر، هو اصلا مول العرب في اكتوبر. المهم المكان هادي جدا دلوقتي، بس دلوقتي التليفون هيفصل، فمش عارفه هيكمل معايا الفلوج ولا لا، على حسب هعرف اكمل ولا لا. بس لو ما كملش يعني هنتصرف او هتصرف يعني ان شاء الله يكمل معايا شحن. عايزه اوريكم المكان قد ايه هادي، فهلف كده الكاميرا. عايزه اقول لكم دي فاكتو عامل عروض حلوه قوي قوي، ومنزل في الاسعار جامد جدا جدا جدا. وما تركزوش مع الشنطه الشياكه دي، هي دي شنطه الامومه يا جماعه، هي دي تدربه الامومه لما يعني يبقى معاكي مثلا اطفال وتشيلي شنط كده عامله زي مخلب معنى اصح. ف ديفاكتو، فانا عامه بحب ديفاكتو الفرع بتاع اكتوبر دوت بتاع مول العرب، واكتر مول بحبه هنا هو مول العرب. بعد كده مول مصر بقى، بعد كده حبه المولات الخفيفه الصغيره اللي موجوده هنا في اكتوبر. فبفكر دلوقتي ادخل ايكيا، وممكن اعمل لكم كمان جوله لو الموبايل سد معايا. فتعالوا نكمل يوم مع بعض. دلوقتي انا في ايكيا، بس هحاول اصور لكم اللي هقدر عليه عشان المكان هنا شويه زحمه غير بقيه المول بره.
حلوه قوي الصبر، مش حاجه جديده حسها جديده 39 تقريبا، بس حجمها صغير يعني الكاميرا قدام كده بيها شويه. وبصوا دول والشمع بقى دي كريزي صح يا نادر؟ كريز ديت ودي توت بكام حجم يا نادر؟ 29. بصوا بقى هنا للبنات اللي بتجهز حلوين قوي 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 يا بنات، حلو قوي دي عجبتني قوي والنسات دي، بس مش عارفه سعرها ايه بصراحه. سوي كده بص تقريبا ب 400 وي، بس غاليه قوي حاسه غاليه جدا. بصوا بقى هنا بقى للبنات بقى اللي بتجهز، بصوا بقى الكراسي والترابيزات والسفره الاطباق المناديل بتاعه ايكيا دي، بصوا قد ايه ب 69 جنيه 100 قطعه اهي دي شكلها، وبتتحط كده كده. يا رب بس يكون الصوت واضح تمام. بصوا بصوا بقى هنا مطابخ، افكار بقى للبنات لشكل المطبخ. بصوا يعني المطبخ مش ناقص له غير بس ايه تقفي انت فيه. اهوت يا بنات حلو قوي قوي قوي. لو انتوا بقى عايزين اروح لكم اعمل لكم جوله بقى كامله كامله بس في ايكيا في كل ركن فيه بالتفصيل بالتفصيل يعني، اكتبوا لي تحت في الكومنت اهوت كل حاجه كل حاجه. بصوا بس إيه الحاجه بحسها غاليه شويه، بس دايما بقول الماتيريال بتاعتهم تبقى احلى، هنا الشماعات حتى الباسكت. ودي يا جماعه كانت نهايه اليوم بعد ما التليفون فصل، القعدة والأنتخة قدام التلفزيون مع كوباية ينسون، فمعرفتش أشارك لكم بقى حاجات كتير وكده، بس تتعود بقى إن شاء الله معلش. فإن شاء الله نجيب بقى باور بانك، فخلاص كده يعني خلاص يعني هشرب الكوباية العظيمة ديت وعلى السرير على طول. ما تنسوش بقى اللايك 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 والشير والكومنت الحلو كمان زيكم، واشوفكم بقى في فيديو او في فلوج تاني كده مترتب له اكتر من كده. وكمان يا بنات حابه ان انا اقول لكم على القناه، انا لغايه دلوقتي مش عارفه هنزله على قناه كوكي سامي او قناه كوكي فلوجز، لان لما بنزل فيديو على قناه كوكي فلوجز مش بتتشاف بصراحه قوي، فمش عارفه ده ليه مش عارفين القناه او ايه، انا مش عارفه بالظبط ايه الفكره. فاكتبوا لي انتوا حابين ايه او عايزين ايه بالظبط، لغايه لما اقرر او اشوف مع البنات على انستجرام هنزل لهم بقى يعني تصويت عليه. فاشوفكم على خير، تصبحوا على خير، باي باي.